كلها لسه ما هنتكلم بعد بلينكن بعد شويه. أيوة. لما لف الدوره دي كلها شاف الحاجات دي. فانا بعتقد ان هنا دي مصر دورها عظيم، ولازم يا جماعه نبقى عارفين ان مصر قويه ومصر كبيره، واذا كان عندنا مشكله اقتصاديه ولا بتاع ده مش هيقلل من قيمه مصر ومكانتها في المجتمع الدولي. ولا عمر المشكله الاقتصاديه هتبقى وسيله ابدا ابدا ابدا. والكلمه اللي بتتقال دايما مصر تمرض ولكن لا تموت. نعم. احنا عندنا مشاكل زي العالم كله، العالم كله عنده مشاكل ما دام احنا مش احنا بس. ولكن هي مصر بتحرك المنطقه. انا فاكر في 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 في, في حرب غزه الخامسه كقعدت 11 يوم، مين اللي وقف القتال؟ سيادة الرئيس كان بعت من أول يوم ناس إلى إسرائيل وناس إلى حماس، وبعد 11 يوم أوقفنا القتال والتهدئة. ويومها كان أول مرة جو بايدن يكلم الرئيس السيسي من يوم ما كان اتعين، قال له أنا بشكرك لأن فعلا، ومن يوم ما حس جو بايدن أن مصر أهمية الدور المصري هي مفتاح القضية في الكلام. طيب نتكلم بقى على الناحية الثانية، حدث ثاني امبارح وهو بلينكن. بلينكن جه زور مصر. بلينكن جاء طبعا زار المنطقة، بدأ بإسرائيل وبدأ بالأردن ثم المنطقة الخليج العربي وفي الآخر جاء مصر. وللأسف الناس بقى اللي ما بتحبناش شفتوا مصر ده آخر ناس انتوا، لا 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 لا، دي مصر هي المهمة. انت في الآخر بعد ما جمعت الأراضي كلها، يعني سوري بالكلمة البلدي، انت جاي للبهريز في الآخر. أيوة. وحقيقي امبارح الصورة اللي قدامنا سيادة الرئيس لأول مرة عمل حاجة احنا كنا سعداء بيها. صحيح. دايما الاجتماعات الغرف المغلقة لا ندري ماذا قيل فيها. يخلص الاجتماع وتطلع تصريحات صحفية وكل جانب يطلع ستيتمنت كده يقول لك عملنا ونوافق ونأيد والتاني يقول كده. لكن المرة دي سيادة الرئيس حقيقي حقيقي عمل حاجة جميلة جدا عشان تبقى فيها الشفافية. انه قال الكلام واضح وعلى الهوى لبلينكن حتى لدرجه يعني احنا بعد كده شلنا الترجمه. ودايما على فكره لما بيبقى لقاءات زي دي مهمه رئيس الدوله بيتكلم بلغته طبعا عشان حتى لا يحصد اي رقم، والمترجم بيترجم عشان الترجمه ما تروحش في سكه ثانيه لا يساء فهمها. بس سياده الرئيس اتذاع على الهوى عشان ما يتقالش اتعمل في مونتاج ولا اي حاجه، وكان سياده الرئيس واضح. يمكن في اهم نقط يعني فعلا كلنا استوقفتنا. ايوه. اول حاجه ان سياده الرئيس قال له ان رد الفعل الاسرائيلي تمام يعني تجاوز عن مبدا الدفاع عن النفس، يعني بقى اسرائيل عقاب جماعي. بتقول انت انا بدافع عن نفسي، لا لا لا، انت حماس دي ما تجيش 10% من الفلسطينيين في غزه. انت النهارده عامل عقاب جماعي ل 2 مليون و3 من 10 فلسطيني داخل غزه. انت منعهم الميه، منعهم الاكل، الكهرباء، الانترنت، ما فيش مستشفيات، ده انت بتطلب اخلاء المستشفيات. انت عامل عقاب جماعي ل 2 مليون و3 من 10. هذا الكلام غير معقول. وبعدين طبعا انت فاكر انا اول امبارح كنت مع حضرتك. وقلت لك ان سياده الرئيس اتخذ قرار كان فيه 500 امريكي وايطالي والماني على المعبر رفح. سياده الرئيس ادى قرار لا مش هنفتح المعبر الا لما ندفع اللي هي المساعدات القوافل. القوافل. وانا يوم قلت لك هذا القرار ممكن يكلفنا كتير. صحيح. لان امريكا برضو عايزه رعاياها تيجي. طبعا. فانت لما توقف رعاياها وتقول لا. ولكن الحمد لله امبارح لما قال الكلام ده لبلينكن